اهلا بيكم معايا في مطبخ تورنيدو. في حاجه زياده النهارده ان شاء الله هنعمل الكانيلوني المحشي فراخ ومشروم، والصوص بتاعه هيبقى بشاميل خفيف بس على لون روز شويه. طيب وتاني وصفه هيبقى سلطه الجزر بالتفاح، ودي مميزه برضو قوي ان شاء الله هتعجبكم ومختلفه. وتالت وصفه هيبقى مهلبيه هتبقى بالقمر الدين وحركات كده. طيب لاول وصفه بقى انا معايا هيبقى معايا صدور فراخ متقطعه، هيبقى فيه مشروم، بصل مفروم، معايا توم، معايا جوزة الطيب، جبنه مبشوره، وهيبقى معايا البشاميل، وهيبقى معايا الصلصه الحمراء. خلاص دي للحشوه، وللبشاميل نفسه احنا عملنا قبل كده بشاميل كذا مره، فانتوا تختاروا. عملنا اللايت منه وعملنا اللي هو بمعلقه واحده من الزبده، فايه تقدروا تختاروا الوصفه اللي تحبوها. وهنعمل برضو الكريب، انا معايا للكريب هيبقى كوبايتين لبن، عليهم كوبايتين دقيق، وعليهم اربع بيضات، ده عشان يكفي معانا كل البايركس او مقاس اللي معانا، ومعاه جوزة الطيب برضو. لو عايزين تعملوا اقل بتقللوا او بتنصصوا من الوصفه. طيب انا مبدئيا هنزل هنا معلقه زيت ذره او عباد الشمس، وهنزل فيها اول حاجه الفراخ، نكون مولعين على بيلت ان تورنيدو اعلى حاجه على رقم 8 علشان الفراخ انا مش عايزاها تنزل ميه، وتكون الطاسه سخنه. اول ما تتشوح ديت تكون جاهزه معايا علشان انزل بقيه المكونات. طيب انا عايزه اخلط بقى للكريب، هنحط البيض. وعلى فكره في نصيحه كمان للي خايف ان هو ما يظبطهاش يعمل ايه، هقول لكم على طريقه احسن. هنحط الاول اللبن، وعلى مقدار اللبن نحط الدقيق. احنا قلنا كوبايتين وكوبايتين، خلاص بس يبقى شويه بس نشوف القوام. هحط برضو جوزة الطيب بتدي طعم حلو جدا، وهنحط الملح والفلفل عشان دي حادقه. خلاص ليه بقى بخلط الاول الدقيق مع اللبن؟ علشان بتمنع الكلكعه. البيض فيه زلال، فالزلال ده لما بنزل فيه اللبن وبعدين الدقيق برضو ما بيخليش الحاجه، تخلي الدقيق شويه فيه كلكعه. فاحسن حاجه الواحد الاول ينزل اللبن، سنة تلقائي دايما واحنا بننزلها اول حاجه دايما البيض دايما، وهنفتكر كده نخلطه كويس. شايفين بتبتدي الدقيق سهل بيختلط باللبن فيفك، وننزل بعد كده البيض عليها. خلاص بنقلب كله كويس جدا. عايزه بس برضو اشغل هنا على بيلت ان تورنيدو وهجهزه وانزل عليه معلقه زيت. طبعا برضو مقاس الطاسه على حسب مقاس البايركس اللي احنا هنستخدمه. خلاص اهو بنعملها بالزيت كده، ونجهز بقى الخلطه دي. ولو احتاجنا شويه لبن زياده بزود، لو احتاجنا شويه دقيق بزود. طبعا خطوات الكانيلوني كتيره بس هي بتبقى لذيذه وتستاهل، لان فيها الكريب، بنعمل الكريب، بنعمل البشاميل، وبنعمل الحشو، كذا حاجه. خلاص بنعمل ايه بمغرفه كده، بنروح نازلين، واحنا نازلين بنروح لفين بالشكل ده في اتجاه واحد مش في اتجاهين. اول ما تخلص معايا اروح قلبها على الناحيه التانية، بلاقيها نشفت كده من فوق واروح قلبها على الناحيه التانية. ندي بقى تقليبه هنا علشان شويه كده، وانزل عليها البصل بس لما تاخد لون عشان يبقى طعمها احلى. طيب على ما هي تخلص برضو هنعمل ايه بقى، نرجع بقى لهنا اهي ابتدت تاخد لون، وننزل بقى البصله معاها والثوم. والتوابل اللي هو جوزة الطيب اساسي طبعا، والملح والفلفل. ننزل جوزة الطيب
بس مش كتير قوي عشان بيقلب سام لما الواحد بيحط منه كتير، والملح والفلفل. تشويحه حلوه، وابتدي بعد كده بعد ما تاخد تشويحه حلوه قوي ابتدي بقى ايه اعمل لها تكه جديده. هنزل فيها بدل البشاميل على طول، هنزل فيها شويه صلصه. شويه الصلصه دي هتقلب لي البشاميل لونه روز، فتديني طعم مختلف وحلو. لازم الصلصه تتعرض كده ايه للنار علشان يروح منها الطعم اللي هو الني. خلاص نحط بقى البشاميل الجاهز اللي احنا عاملينه. خلاص اهو مش كتير علشان انا هحتاج لسه لفوق ولتحت، يعني هحط في البايركس من فوق ولتحت من البشاميل، ودي انا عايزة بس اربط مش اكتر. خلاص هنضيف كمان المشروم وياخد له غلوه حلوه مع بعض. كان ممكن برضو المشروم قبل البشاميل، بس هو المشروم بيتاكل حتى ني يعني مش محتاج سوى اصلا، هيخش لسه الفرن فما يبقاش سواه كتير قوي، بيبتدي يقدد او بيبقى ماسك معاه. فاحنا بس يدوبك كده ياخد سوى بسيط ونبتدي نحشي. والخلطه لازم تبقى متماسكه كده، علشان لما تبقى متماسكه كده هعرف ان انا احشيها. طيب احنا كده هنسيبها بقى تستوي شويه وتدبل معانا، نروح بقى الفاصل ونرجع علشان نحشي الكانيلوني وعلشان نعمل الحلو. اهلا بيكم من الفاصل في مطبخ تورنيدو في حاجه زياده. النهارده بقى او دلوقتي هنعمل المهلبيه. المهلبيه هنعملها طريقتين، واحده هتبقى اللي هي بقمر الدين وواحده هتبقى باللبن والقشطه. طيب اول حاجه قبل ما نبتدي بس نعمل المهلبيه هنعمل الكانيلوني، هنكمله مع بعض. احنا عملنا ايه افكركم؟ احنا عملنا شوحنا الفراخ ونزلنا فيها البصل والثوم ونزلنا فيها المشروم والصلصة ونزلنا فيها كمان البشاميل. خلاص وجاهزة معانا وفيها جوز الطيب والملح والفلفل. هنعمل ايه دلوقتي؟ البشاميل برضو عايزة اجهزه معايا اهو. هحط فيه بقى زي ما اتفقنا احنا عايزين لونه يبقى روز، هحط معلقة صلصة واحدة، انتوا تحددوا اللون اللي انتوا عايزينه. ده هيديله تكة مختلفة وطعم حلو جدا ولون حلو اختلاف. بصوا اهو غير لونه ازاي، ده اسمه بينك صوص، الصوص الروز. خلاص يبقى كده في الحشوه وبره، مش لازم دايما كل حاجه تبقى صلصه حمراء او تبقى بس بشاميل، ممكن تبقى كده برده. طيب هنعمل ايه بقى؟ اول حاجه مهمه جدا ندهن البايركس بشويه زيت. هتلاقوا كل حاجه فكت معاكم بعد كده لو ما عملناش الحركه دي وحطينا بس البشاميل من تحت، لا مش هتلاقوه فك معاكم حلو اهو كده. نحط بقى نبتدي نحط شوية بشاميل من تحت علشان برضو الكانيلوني يبقى من تحت كده يعني حلو كده، ما يبقاش برضو ناشف من تحت، ممكن برضو البايركس ينشفه من تحت. فكده طبقة حلوة كده وببتدي بقى احشي. نحط الكريب بالشكل ده، بنختار الناحيه اللي احنا عايزين نلفها. الجبنه على فكره ممكن تحطوها جوه وبتبقى حلوه جدا برضو، او بتحطوها على الوش فزي ما تحبوا. احط شويه كده وشويه للوش، بتدي مطه برضو من جوه بتبقى لذيذه جدا. خلاص نبتدي بقى ناخد ونلف ونرص.
والناحية المفتوحة على تحت. هندخله بقى دلوقتي فرن تورنيدو على 200 درجة. كل حاجة تقريبا مستوية، محتاجة بس اخد وش حلو، تاخد غلوة كده ووش حلو. طيب نبتدي بقى نعمل دلوقتي.